كاتبة سيناريو برتبة جراحة، قلمها شفرة أو مشرط حاد، تعود على الغوص عميقا في سرطان الواقع واستئصاله عاريا كما هو، بعيدا عن إسفافات الرتوش والتنازلات. قلبها شجرة صنوبر صامدة، لذلك لم تقاول بالفن ولم تتاجر بأعمالها. هي أيضا ممثلة ترفض النمطية وتعشق المغامرة، تسافر بين الشخصيات، ولكنها بعد كل رحلة تعود دائما إلى بساطتها وقناعاتها الراسخة. طلبوا مني أعرف عن حالي، ما بعرف قديش بعرف حالي، أصلا ما بعرف قديش حيالله حدا فينا بيعرف حاله، لأنه نحن على طول بتغيير دايم، نتغير حسب الظروف، حسب السنين، حسب الأيام، حسب الخبرات، على طول نحن عم نتغير، لأنه نحن ناس، نحن بشر مش حجر. كارين رزق الله، هذا أنا، مع ندى شيباني. كارين رزق الله، مرحبا. مرحبا، نورتي ابو ظبي ونورتي استوديو. هذا انا ابو ظبي منوره باصحابه هو استوديو كمان. حبيبتي، كيف شفتي ابو ظبي؟ حسيت بصدمه، قديش هالبلد فيه نظام، قديش فيه ترتيب، قديش فيه نظافه، قديش فيه قانون، قديش فيه حريه، وقديش الانسان فيه محترم وعايش بكرامة. نورتينا. ميرسي. وأنا إذا ببدأ الحديث معاك باخذ من المقدمة اللي قلتها عنك، إذا كاتبة سيناريو وممثلة، وما تخافي ما راح أسأل السؤال الممر أيهما أقرب إلى قلبك أو شيء من هذا القبيل، لكن بسأل إن لما تكونين في حفلات التكريم، توزيع الجوائز، أو حتى مع الميديا، إيش اللي تشوفين هالته أكبر، ياخذ حيز أعرض، خلينا نقول من الاهتمام، من يكون، متى يكون محتفى فيك بشكل أكبر، كاتبة السيناريو أم الممثلة؟ أكيد الممثلة، لأنه للأسف الكاتب هو دايما وراء الكاميرا، بينما الممثل هو نجم، هو قدام الكاميرا، هو إذا بدك حضوره بيلمع أكتر، الناس بتحب تشوفه أكتر. ما بهمها كتير تتعرف على الكاتب، بس بهمها كتير تشوف الممثل. وقبل ما أدخل في السيرة والمسيرة، بسأل سؤال ودي أعرف جوابه منك. دائما يعني في عالمنا العربي الفنانات لما حد يسألهم عن بداياتهم يكون في هذا الجواب، إن البداية كانت صعبة ويعني قدم الكثير من التنازلات. هل هذا فعلا الأمر موجود، ولا هو سيناريو يقال يعني في اللحظة؟ يعني بكل مهنة، حتى إذا واحد عم يشتغل حكيم، أوقات في يقدم تنازلات ويوصل بسرعة أكتر، إذا واحد عم يشتغل محامي نفس الشيء. يعني بكل المهن في الطريق الأهين وفي الطريق الأصعب، وعلى الإنسان أنه هو يختار، بس هيدا موجود وين ما كان، ومنه شرط، ومنه مش ضروري يكون عطول هيك صار لحتى الإنسان وصل. يعني ممكن يكون هو السيناريو الواحد يعني يهرب فيه لملء فراغ أو تبرير شيء. ممكن هو ما اشتغل زيادة ولحتى ما يقول انه مثلا ما اخذ حقه، او لحتى ما يعترف مثلا انه هو قصر بمطرح، بيعطي هيدا السيناريو مثل حجة لحتى يهرب ويتخبى وراها. ما تعتقدين ان انت قناعاتك صرت يعني معاك عكس السائد؟ بمعنى الواحد لما يكون عنده حتة الكوميديا خصوصا في عالمنا العربي يتمسك فيه، لأنه عملة نادرة، ويحب هذه الهالة اللي تتكون حواليه لما الناس يتقبلونه ويحبونه، والأمثلة كثيرة من إسماعيل ياسين الله يرحمه وأنت جاية، لكن أنت يعني نظلتي عشان يعني تهربين من الكوميديا، ليش؟ أنا مش بالذات لأنه بدي أهرب من الكوميديا، بس لأنه أنا كان عبالي مثل كتير إشياء، وثائبت انه انحصرت بالكوميديا، لانه بلبنان مثائبه انه لما بتبلشي تشتغلي كوميديا ما بعود المنجين قادرين يشوفوك الا بهالخانه هيدي، فبحطوك انه هيدا ممثل كوميديا، هيدا ممثل تراجيديا، هيدا كذا، هيدا كذا، هيك هيدا بيمثل الشاب الحلو، هيدا بيمثل الام. في 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 فنانات ببلشوا يمثلوا دور الام من عمر 30 سنه، لانه خلص انحطت في القالب، انحطت. ايه،
فأنا ما كان بدي إنه أبقى مطرحي بغض النظر شو هو هيدا المطرح أو قديش أنا بحبه أو ما بحبه. كان بدي روح على أبعد من هيك. فإذا بدك تحديت واشتغلت وعملت كتير إشياء لقدرت أخذ فرصة، لأنه مش بسهولة كانوا رح يعطوني فرصة بعد 15 سنة علي صبغة الكوميديا. وانت تخوضين هذه الرحلة أو رحلة أن أنا ما بينحط في قالب معين، ياتش لحظة شك أنك قادرة أنك توصلين لهذه الأدوار أو تكسرين هذا القالب اللي وضعتي فيه؟ إيه، لأنه لما بتلاقي رفض من كذا شخص بتحسي انه بركي معهم حق، بركي لازم اسمع الكلمه وابقى مطرحي، بركي اذا عملت هالخطوه تكون خطوه كارثه. بس ما بعرف، الانسان دائما في جواته شيء او حدس اذا بدك بقول له انه لا انت الصح مش هن الصح، فبيبقى معند على موقفه وبكفي. وهيك أنا صار معي. أنت تؤمنين أن الكون ممكن يرسل رسائل وإشارات والشخص لازم يأخذ بها؟ كتير. بتحسي أوقات حالك ماشي بالحياة بتلاقي إنسان فات على حياتك فجأة، بعدين بتلاقي أنه وقعت بمشكلة كتير كبيرة، بتعرفي ليش إجا هيدا الإنسان؟ لأنه بهيدي الفترة هو لازم يكون حدك لتقدري ترجعي تقومي. بس تخلصي بتكفي بتلاقيه انسحب بعد، بتحسي انه في اشياء بالدنيا بتجي لعندك مثل كانه حدا هيك عم بيبعث لك اياهم، بس هيك لحتى مثل ولد صغير عم بيمشي وحدا عم بينتبه له، كل ما حسه بده يتفركش بمد له ايده. اعطيني امثله من حياتك. كثير، في فتره مثلا من حياتي كنت مرقه بفتره كثير بشعه، وكنت بمرحله حاسه انه عن جد انه انا يمكن ما بقدر اكتب، يمكن انا كتبت مسلسلين بس ما بعرف اذا بعد فيه اكتب واحد ثالث، بركي انا فضيت، بركي انا ما تزبط معي. ففات شخص على حياتي وهيدا الشخص قويني لدرجه، حسسني بثقه بحالي لدرجه اني من بعد ما تعرفت عليه وكفت وبلشت اكتب مسلسلي الجديد كان من انجح المسلسلات. بس قبل كنت عم فكر اعتذر وما اقدم هيدي السيزون مسلسل، اجل للسيزون الجاي لانه بدي ارتاح، وهيدا هو مش بدي ارتاح، وانا كنت خايفه، حاسه انه خايفه من مش الفراغ، طالع مني شيء وما عندي شيء بدي اكتبه، فانا خايفه اعمل شيء مش حلو وكان بدي اهرب، فقلت انه انا بدي ارتاح. بقى هيدا الشخص صار يقول لي لا ما فيك ترتاحي، لا بدك تشتغلي بدك تعمليه وبدك تعمليه، وفعلا عملته وفعلا نجح بطريقه كثير كبيره. متى بديتي تآمنين بهذا الشيء بهذه الرسائل؟ بس تكرروا كثير. من اي عمر؟ مش من زمان، من تقريبا شيء 4 سنين. قبل كانوا موجودين بس انا ما كنت اشوفهم، بس من 4 سنين صرت عم بنتبه، ولما بتكوني عم تنتبهي بتبقي ناطره، فبتعتبري هاي اشاره. عرفتي انه بتحسي انه في اشارات عم تنعطى، من وين ما بعرف. نعود للكتابه الان، يراودك هذا الشعور ولا اختفى؟ لان ساعات يعني لربما ما يكون هذا الشخص موجود للمسانده والنجاح، ربما هو دخل لاعطائك هذه القوه والحمد لله العمل حقق نجاح. الان تيجي هذه اللحظات، الخوف، الرهبه ان انت يعني ممكن يملأك الفراغ وما تعودين تقدرين تكتبين؟ عطول في خوف، وكل ما يعني دائما الناس بتفكر انه النجاح هو امان، هو العكس تماما. النجاح بشكل لك هاجس وبشكل عليك ضغط انه انت لازم بعد تعملي انجح، بتصيري انت تفكري انه انا بعد هيدا الشيء ما بعرف اعمل احسن منه. بس لما بترجع بتتركي حالك وبتلحقي شغفك. وانا بالنسبه لي لما بكتب نص ما بعرف اكتب قصه، لا اكتب قصه لازم يكون في عندي شيء بدي اقوله، في قضية معينة حتى براسي بدي أقولها، بخترع لها قصة لحتى أحكي عن هذا الموضوع، تروينها للناس. إيه، هو القضايا كتار يعني بمجتمعاتنا، لهيك بضل يلاقي الواحد دائما أشياء. عشان شيء أقدر أقول إن الواقعية هي سر نجاح أعمالك. إيه، إن الناس قاعدة تشوف هذه الأعمال اللي تشبهها تتحدث عنها، فبالتالي تتعلق فيها وتشوف نفسها فيها،
صح، وخاصة بمجتمعنا اللبناني يلي شوي إذا بدي كان معود وبعده لهلأ في كتير عنا كم من المسلسلات يلي ما بتشبهنا. يعني إذا أنت بتشيل الحكي وبترجميها ما بتقدري تعرفي بأي بلد عم بتصير هيدي الأحداث، لأنه ممكن تصير وين ما كان، ما بيعني لك، ما بتحسي بلبنان، ما بتنقطع الكهرباء مثلا عنا بالمسلسلات، مع أنه نحن على طول عم تنقطع الكهرباء أشياء بسيطة وبنفس الوقت قضايا بتهمنا نحن، قضايا يعني بيور قضايا لبنانية. طيب ليش نشوف لا زالت هذه المسلسلات اللي يمكن ما تهم إلا 5% من المجتمع موجودة وتنتج وأيضا حقق نجاح كبير؟ أكيد بتحقق نجاح كبير، لأنه بالآخر في قصص حلوة الناس عم بتشوفها بس يمكن ما تشبه حالها فيها. أنا بحس أنه في كتاب بيروحوا على هيدي الأشياء لحتى ما يكون مسلسلهم محصور بالمجتمع اللبناني، لحتى يقدروا تلفزيونات غير لبنانية يعرضوه. مع العلم انه انا بحس انه نحن لما بنحضر مسلسل مصري بنتعرف على المجتمع المصري، بنتعرف على سوري نفس الشيء، على اماراتي نفس الشيء، فانا بحس انه اللبناني لازم يضلوا لبناني، ولازم لازم اللي بده يحضرنا يصير يعرفنا نحن اكثر كشعب، مش لازم نحن نتوجه له نروح لعنده، لازم هو يجي لعنده. الفنان السوري المبدع باسم ياخور كان ضيفنا في هذا أنا قبل أسبوعين، وخلال الحديث قال أنه يعني سئم من المسلسلات اللي تكون محورها الولد الحلو الجميل الجان، البنت أيضا الجميلة، السيارات، الرفاهية، يعني المظاهر، وقال لنا هذه موضة وستنتهي قريبا، تتفقين؟ أنا معه بأنه إيه، لا أكيد مش هيدي الصورة الحقيقية لمجتمعاتنا، أكيد مجتمعاتنا فيها كمية من الفقر كتير كبيرة، وكمية من المجتمع المتوسط كمان كتير كبيرة، فيها أقليات غنية. أنا معه أكيد بهيدا الشيء، بس أنا ما بحسها موضة، هي مش موضة، هي إذا بدك شوي بفتشوا أوقات المخرجين على جمالية بالصورة معينة، أو بفتشوا على أنه يخلوا الناس اللي عم تحضر تحلم أكتر. يعني دايما قصة الأميرة اللي معه مصاري والأمير اللي معه مصاري، هو اللي بيخلوا الناس تحلم تهرب شوي من واقعها. إيه بس معظم مسلسلاتنا هكذا، والمفروض أن الفن والإبداع أكيد هو يعكس هيدا اللي أنا معه بهيدا الشيء، لازم ما يكونوا هيك المسلسلات، بس أنا عم بقلك ليش هني عم يعملوا هيدا الشيء، مش لأنه موضة، لأنه هني بفكروا أنه هيك ممكن يجذبوا أكبر عدد من الناس والحضور. بس أنا معك بهيدا الشيء 100%، لأنه هيدا المجتمع اللي عم نحكي عنه بهول المسلسلات هو كتير أقلية ومنه كتير موجود. أنت ككاتبة سيناريو كارين رزق الله ممكن تكتبين مسلسل مماثل؟ لا تقدرين؟ لا أكيد، لأنه إذا ما كان المسلسل بالنسبة لإلي بيقول شيء بفضل ما يكون في مسلسل، بغض النظر اذا بفيد العالم او ما بفيد العالم. بعلم انا هيدي قصه ان احنا بنعلم العالم شيء، لا نحن ما شغلتنا نعلم العالم، نحن مش حكمه نفسيين ولا شغلتنا نحل مشاكل الناس، نحن شغلتنا نقول شيء، نطرح شيء، انا عم فكر بهيدا الشيء عم بحطه قدامكم على الطاوله، بدكم بس تتسلوا بالقصه تسلوا، بدكم تفكروا فيه فكروا، بدكم تلقطوا اذا بدك المساجات الصغيره كمان الاطوى، ما بتكون مش مشكل، بس انا عملت شيء انا راضي عنه. حلو، اي واحد اسهل بالنسبه لك كتابه؟ اكيد اسهل انه تكتب شيء ماشي، بس انه بدك من انا اكتب بهذه الاجابه، انا اكتب بهذه الاجابه. ايضا يقال ان هناك يعني غير موضه المسلسلات هذه الانتاج المشترك وتكون ضخمه وخاصه بالمظاهر والى ذلك، هناك موضه الثنائيات، يعني ايضا المنتجين يسعون لها كثير، الديوهات اللي من خلالها ايضا هذه سلسله الترند الربحيه السباق الرمضاني، ايش رايك فيها؟ ثنائيات قصدك يعني كشاب وبنت مع بعضهم؟ ليكي انا ماني ضد هيدا الموضوع، يعني اذا اثنين نجحوا مع بعضهم ليش انه ما نكرر هيدي التجربه؟ حتى بيخلق نوع من الكيمستري بين الممثلين، اوقات بصيروا يفهموا على بعضهم، بصيروا يستلقوا بعضهم، يعطوا الباسات لبعضهم بسهوله اكثر، منا غلط بس مش ضروري تنحصر يعني بهالشخصين، بس ما في شيء غلط وصح، يعني هو الواحد بحس امتين خلص لازم يبعدوا شوي عن بعضهم، هلا لازم يرجعوا يشتغلوا مع بعضهم، يعني عرض وطلب. حلو، طيب خليني اوصل لدق قلبي،
باللبناني شلون يقولون له؟ البداء. البداء. هذه نقطة تحول الكبيرة في مسيرتك، لو نتكلم عنها. أنا يعني كل شخص التقيته من خارج محيطي وأقول أنا ضيفتي القادمة، ويكون لبناني أو من الشام، وأقول ضيفتي القادمة هي كارين رزق الله، عندك يعني شعبية جميلة وحب كبير لمسلسلاتك، ومن هذا المسلسل، فخبريني قصته. هذا المسلسل هو كان نقطة التحول، يعني بعد 15 سنة أو 11-12 سنة كوميديا، فأنا كان مفروض أنه ناطرة حدا يقول لي تعي خدي دور بالدراما يعني، فما حدا. فكان في منتج معين بلبنان كنت متفق أنا وياه أنه أنا أكتب له حلقات لأنه لمسلسلات، وانا قال لي انه اكتبي لي ثلاث مسلسلات بالسنه. قلت له لا، انا اذا اكتب لك ثلاث مسلسلات بالسنه انا ما بقعد في مطرح مثل يعني. فانا بكتب لك مسلسلين والثالث انا بمثله اذا بدك هيك. قال لي طيب اوكي. فكتبنا اول مسلسلين، اجى دور ثالث واحد. فلما قلت له انه انا بدي مثل، قال لي شو عندك فكره؟ قلت له فكره البداء. قال لي كثير حبيتها، فيلم مثل الفلانيه بتلبق لها كثير. طبعا انا قشط وجهي. قلت له نعم، انه ليه هاي مش ثالث مسلسل؟ مش نحن اتفقنا ثالث الي؟ قال لي لا لا لا، هيدا بيلبق لفلانه. قلت له لا، انه ما بيصير انه تروح لفلانه. انا كتبته هذا المسلسل لإلي انا بدي اشتغله. قال لي لا، لانه انت اسمك ما راح يبيع، انا ما راح اقدر بيعك على التلفزيون لانه انت كوميديا، واكيد المحطات ما راح يقبلوا انه ياخذوا المسلسل اذا كنت انت بطلته. قلت له فاين، لكن ما بدي اعطيك المسلسل. قال لي اوكي، اذا بدك تبيعيه لحدا ثاني بيعيه. هو ما كان منتظر انه انا اقدر بسهوله بيعه للمسلسل، هو قال انه رح ترجع اكيد، بس انا رحت بعته وبعته تحت شرط انه انا اكون بطلته. وهيك صار، وبلشنا نشتغل بهيدا المسلسل. اجى فتره انه لازم ننتجه، بلش يصير في مشاكل. قلت انا اف، انه كانت هيدي الشركه رجعوا حولوا لها هي الشركه، رجعت راح لشركه ثالثه، رجع للمنتج اللي كنت انا اللي قلتي ما بدي اللي كله ما بدي، رجع راح لعنده المسلسل. بس انه ليه عم تتعركش هالقد الامور؟ راحت سنه. فانا شو بدي خبرك يعني، اعصابي صارت بالارض. كان مفروض سلم المسلسل بتشرين لانه بده يطلع هوا، ما قدرنا نسلمه. أجلوا لكانون ما قدرنا نسلمه، أجلوا لشباط ما قدرنا نسلمه. قول أنا خلص هيدا المسلسل ماش رح يصير، لأنه هو يعني هيدا علامة لأني الله عم بيقصصني لأنه أنا أصريت إني أسوي دراما. أصريت أسوي دراما. خلص المسلسل قبل ما يطلع رمضان بجمعتين. المحطة يلي هي الـ LBC International كان مفروض بدها مسلسل لرمضان، وما بعرف شو كان صاير معهم، ما قدروا يشتروا بسرعة مسلسل لرمضان. في مسلسلات راحت من إيدهم، بقى عندهم شيء إلا هيدا المسلسل. سبحان الله. فعرضوا هيدا المسلسل وكان وقتها النجاح كتير كبير، واعتبروه ظاهرة وهيك. الآن خلينا نروح للجانب الشخصي، شو رأيك؟ لأن احنا بناخذك في النوافذ أو في الجزء الثاني أيضا، يعني شيء خاص بالمهنية، لكن أبي أغوص معك في العمق شوية. ما الذي تذكرينه عن والدتك رحمها الله؟ أعرف أن العلاقة يعني بينكم كانت قوية حميمة جدا. أي أنا كنت صغيرة البيت إذا بدك، وجيت من بعد أخوي كبار، فكنت إذا بدك غنوشة البيت، فكنت كتير والدتي تغنجني. توفت كان عمري 13 سنة. بزعلني اني ما بتذكر كثير اشياء عنها، بزعلني مثلا اني بعتبر اني ما تعرفت عليها. ما بعرف شو بتحب، شو بتكره، شو اللي بزعلها، شو اللي ما بزعلها، شو اللي ببكيها، شو اللي بضحكها، ما بتذكر. اكيد بتذكرها بس ما بعرفها. أيه مثل أيه ما لازم أيه اعرفها. ومن وقتها مثل انا اخذت قرار بحياتي انه اولادي انا كمان بدي غنجهم كثير، لحتى اذا انا كمان رحت بكير هن يضلوا متذكرين. الله يعطيك طول العمر هيدا اذا بدك الحنين او الحب. الحنان والمحبه اكيد. اخر مره جات على بالك او اخر مره شفتي صورتها؟ صورتها عندي بالبيت، بشوفها دائما، بتجي على راسي لما بصير معي هول الاشياء، هو السيجنلز. تحسينها تحميك؟ ترسل لك رسائل؟
وهذا شعور جميل. إيه. اي نوع من الامهات انت اليوم غير ان انت يعني تهتمين جدا في بناتك وتعطينهم هالحنان والحب؟ انا من النوع الحشري كثير، يعني كل تفصيله من تفصيلات حياتهم بتحشر فيها، شو اكلته، شو شربته، شو عملته، وين رحته، وين جيته، لدرجه انه عم بمنع بنتي من هون من ابو ظبي لهونيك، انت رحت نام عند صاحبتها، فقالت لي ما انت رحتي على ابو ظبي خلص حلي عنا، اعطينا تركينا تركينا من هونيك جاي تعطينا اوامر. انا بتابع كثير، بس بنفس الوقت بعطي حريه كثير، يعني انا بعرف انه قد ما حكيت ما رح يردوا ورح يحطوا ايدهم على النار ورح يحترقوا، فانا بتركهم يحطوا ايدهم. انا بحكي بقول انا انا رايي تعملي هيك، ما بدها تعمل هيك، وشايفتها رايحه ورح تتفركش بطلع عليها خليها تتفركش عشان تتعلم، بس تتفركش رح ترجع، بس دائما بخبرها انه لما تتفركشي تعال ما رح اشمت فيك ناطرتك انا. فبحب اعطيهم اسباس الحريه اللي موجوده، لحتى بحبهم يطلعوا شخصيتهم قويه، بحبهم يطلعوا يحلموا بمهنه بكاريير، ما يحلموا انه بس بدنا نتجوز ونخلف اولاد. كثير حلو تتجوزوا وتخلفوا اولاد، بس كثير حلو تحققوا حالكم قبل ما تعملوا هيدي الخطوه، كثير حلو تكونوا حدا بالدنيا، كثير حلو تكونوا عم بتقدموا شيء بهالحياه. بصمه. من فيهم يتشبهك؟ اثنيناتهم فيهم شيء مني، يعني بنتي الكبيره مثلا بتنسى كثير، ما بتركز، فيك تتكلي عليها وتفوتي بالحيط، انا هيك. هديك العكس، بس هديك نقيقة ودغري بتنهار وبتبكي، وكمان انا يعني كل وحده اخذت بدك مني شيء. بس ما عرفتيني على اساميهم. نادية على اسم امي الكبيره اسمها، ونايا. نادية ونايا ان 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 ان, إن, إن. الله يحفظهم ان شاء الله. تخافين عليهم من شيء معين كارين؟ ما بخاف عليهم من ولا شيء، بحس انه شو ما صار بالدنيا، شو ما عملوا، شو ما راحوا، شو ما اجوا، شو ما غلطوا، شو ما وقعوا، شو مهم يضلوا طيبين. يعني بس بخاف من الموت، شيء ثاني ما بخاف عليهم، شو ما بدهم انا حدهم، انا موجوده، وشو كيف ما وقعوا رح يرجعوا يقوموا، رح تعلمهم الوقعه قد ما كانت قويه، والبوكس قد ما كان قوي قد ما بعلم. انا احس يعني شعورك وأحس الدمع واقفة في عينك، في مبدأ غرستي فيهم تناقشينه في أعمالك؟ بختم بهذا السؤال. هي هيدي، يعني مثل أنت بتربطي شخص بخيط، بس الخيط بتطوليه قد ما فيك، في يبعد قد ما بده، بس أنت راقطة الخيط، بس يوقع بتشدي. أي عمل ناقشتي فيه هذا الشيء؟ ما في عمل معين ناقشت هيدا الشيء، بس دائما بتصرفات بين الاهل واولادهم بمسلسلاتي بعطي هيدي الاسباس الحريه. حلو. كارين رزق الله، شكرا على صراحتك وهذه الحنيه اللي في قلبك والمحبه المدفقه دائما في حديثك. احنا خلصنا الجزء الاول، وننتقل في بعد فاصل قصير الى النوافذ الاربعه من حياتك. هذا أنا في حضرة كارين رزق الله. إحنا في هذا الجزء عندنا أربع نوافذ اخترناها من حياتك. قانون هذا الجزء أنك بعد استعراضها هني في هذه الشاشة تختارين أحدها وتقولين لا أحب الحديث عنه. نشوف النوافذ؟ هي. نشوف. اخترنا رحيل، ريد كاربت، ملعبي، وتابو. ملعبي. ملعبي؟ نلغي ملعبي. لش في الكوره ولا ما لش في الكوره؟ ما كثير احسن عشان اوكي. لذلك الغي. بناخذ النوافذ تباعا، بنبدا برحيل. متى تقرر كارين ان يعني تدفع شخص للرحيل من حياتها؟ لما تحس انه عدم وجوده بيكون اريح لها واقل مشاكل، او حتى اقل وجع بتحسي، ولما كمان بتحسي انه هيدا الشخص موجود او مش موجود هي ذاتها.
نفتح النافذة؟ يلا نفتح. تغريدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يتحدث فيها أن نصف الشباب العربي يفكر بالهجرة. أنا معه، أنا بشدد على كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وبقول أنه إذا بدك رأيي أنا الشخصي حتى أكثر من 50% من شبابنا عم بفكروا يفلوا، لأنه اللي كانوا يتحملون الناس من زمان من 50 سنة ما بقى يتحملوه من 25 سنة، وهلأ ما بقى يتحملوا اللي كنا نتحمله من 25 سنة. الدنيا سريعة كتير، والتطور وين ما كان سريع كتير، ونحن بعدنا لهلأ بلادنا للأسف عم ترجع لورا. يعني بتحسي حالك عم بتفتشي على إنسانيتك بمطرح، عم بتفتشي على كرامتك. بستغرب انه نحن نكون بعدنا بهذا المطرح، بعدنا عم نطالب باشياء اساسيه غيرنا ما بقى يحكي فيها. انا بفهم هول الشباب، وانا كمان بقول انه لهيك اول شيء انا بدي هني، عن جد بدي هني الامارات بعيدها 49. يمكن كان من يومين ثلاثه من حظي انه عم بطلع بالمقابله بعد يومين ثلاثه، وبدي اقول انه انتم محظوظين كثير انه عندكم ناس مسؤولين هالقد وطنيين، وهالقد بحبوا بلدهم، هالقد بحبوا شعبهم، هالقد بحبوا يطوروا شعبهم، هالقد بحبوا يريحوه ما بحبوا يذلوه، بحبوا يعطوه ما بحبوا ياخذوا منه، بحبوا يسقفوه ما بحبوا يسكروا له مدارسه. هيك هيك بدنا حكام. لو كل الدول العربيه عم تعمل مثل ما عملوا بالامارات يمكن ما كنا رح نوصل لهون، بس اذا رح نضلنا مكفين هيك بتاسف اني اقول انه ما رح يبقى حدا تحت. أنا ما بتمنى لبناتي يعيشوا اللي نحن عشناه، وكل ما عم تتقدم سنين لقدام عم تحس إنه ما الهيئة في تحسن، الهيئة بعدنا عم نرجع لورا. فأنا بستغرب إنه نحن بعدنا عايشين مش حاسين بأقل شيء من الأمان ببلادنا. أنت فكرتي إنه في مرحلة من المراحل تقومين بالهجرة من لبنان؟ أنا شخصياً كبرت على الهجرة، يعني بعد عمر معين بتحسي لتروحي وتقلعي من أول وجديد وتفوتي بسيستام البلاد الغريبة عنك كتير صعب. بس أنا بشجع بناتي، وإذا وحدة منهم قالت لي بدي روح يمكن قلبي رح يروح معها، بس حخليها تروح لأنه حكون مطمنة عليها أكتر وعلى مستقبلها أكتر من ما إذا ضلت ببلدنا. للأسف يعني عم بحكي هيدا الحكي بس هيدا واقع، وأنا باخذش لهذا الواقع. يعني الشق اللبناني من هذا الحديث ان وصفتي بعض اللي يعيشه الشباب في لبنان، ولدرجه انت كأم ممكن تستغنين عن بنتك وتخلينها وتوافقين انها هي تروح وتهاجر نظرا للاوضاع. شو اللي تغير في الشباب اللي موجود تحت بعد التفجير الاخير، تفجير المرفأ؟ هو تغير مش بس بالشباب، بكل الشعب اللبناني. يعني بتحسي الشعب اللبناني في بعيونه حزن، ما بقى مبسوط، عم بحس يعني لأول مرة بحياتنا منحس باليأس. دايماً كان عنا على طول أمل إنه أوكي تكسر هيدا منرجع منعمر، صار هيك منرجع منزبط، هيدا سرقنا منرجع منجيب هيدا. صح. هلأ وصلنا لمرحلة كل شي راح. يعني الناس اللي كانت حاطة شوية أمان بالبنك راحوا مصرياتهم، الدولة مش مأمنت لنا بديل. كل شيء، الامور الاساسيه الحياتيه يعني يلي مفروض تتامن، يلي هي المينيموم منا بقى مامنه. فوق هيدا وكله بصير انفجار بهيدا الحجم، بتتدمر مدينه كامله، بيتدمروا البيوت، بيموتوا الناس، بيموتوا الاولاد، وما حدا بيسال ولا حدا بيعرف شيء. بتقولي انت شو بعدني عم بعمل هون؟ شو في 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 حق ادنى من الانسانيه مطلوب ما عندي اياه؟ ليش بدي ابقى هون؟ شو في بعد؟ شو اكثر بعد بدهم ياخذوا؟ اخذوا كل شيء، شو ما بدهم ياخذوا؟ اكثر من انه اخذوا حالنا، سرقونا، دمرونا، دمروا البيوت، دمروا اخذوا اولاد الناس من بين ايدين اهلهم، شو بعد؟ كرمال مين؟ كرمال شو؟ تعتقدين الوضع راح يتحسن؟ رايك انت الشخصي؟ انا ما بدي اكون متشائمه كثير، بس رايي الشخصي انه ما بقى كتير عندي أمل. أنا صراحة لا، ما بقى عندي أمل، لأنه عندك ناس موجودين مش رح تقدر تقبعيهم بسهولة، مجزرين. ما بعرف، ما بدي أقول هيدا الشيء، بطلع هلأ كتير سئيلة وكتير متشائمة، بس لا بالعكس، يمكن قاعد تكلمين يعني لسان الواقع.
لسان يعني كثر. حلنا بقى نفهم انه نروح نفتش على حالنا بمطرح ثاني، نفتش على انسانيتنا، على كرامتنا، نلملم ونروح. يعني تشجعين مبدا الهجره؟ اذا حدا بيقول لي انا بدي فل ما بنصحه يبقى، بس مش انا بقول له انفل. زبط زبط. بكتفي بهذا القدر. الرسالة واضحة ووصلت، والله يرجع لبنان مثل ما كانت وأحسن إن شاء الله. ولربما المستقبل يمكن تشوفينا شوي مظلم، لكن أكيد بعد الظلام في هذه بصيص الأمل نور إن شاء الله في آخر النفق. دائما لازم واحد يحط الأمل. النور اللي بيطلع لا إن شاء الله. نروح للريد كاربت أو أديش لموضوع آخر؟ لا يلا. المهرجان اللي تتمنين انك تمشين في الريد كاربت الخاصه به، شو تتمنى كريم؟ صراحه اذا بدي اكون كثير صريحه معك، ما بتمنى، يعني مش انه حلمي او عم فكر فيها او هيدا، بس اذا صارت كثير رح اكون مبسوطه، بس لا ما مش هالقد تمنياتي بعيده. بوقف عند هذه النقطة عشان بفتح النافذة وبرجع للي قلتيه. نفتح النافذة. مخرجة بميت وش تتهم نجوم مسلسلها بالغرور، تابعتيه؟ طبعا تحية للمخرجة كاملة أبو ذكري. تعرفين المخرجة وهل تابعتي المسلسل أو لا؟ المسلسل ما تابعته للصراحة، بس سمع بالمخرج كتير إنه أهم مخرجة موجودة هلأ، ما بدي أقول أهم، من أهم المخرجات يلي موجودين هلأ بالساحة المصرية. نذكر اسمها قدامي كذا مرة وكذا طبعاً. مرة حدا قال لي تابعي وشوفي كيف بتحول نجومها وكيف بتعطيهم وكيف بتغيرهم، شوفي قبلها كان شيء ومن بعدها صار شيء من بعد تاني. يعني أعمالها يعني يكون عندهم هالة أخرى، هالة مختلفة. نقطة الغرور اللي ذكرتها المخرجة، هل حصل معاك هذا الموضوع أن اللي يعملون معاك في أعمالك بعد العمل يتحولون، يصيبهم الغرور بعد الأدوار اللي قدموها معاك؟ لا للصراحة لا، بس هو مش بس بالدومين تبعنا، في بكل المطارح لما بينجح واحد بمطرح معين أوقات بصير معه شيء، بس هي بتكون بداية النهاية. يعني أنا بحس إنه لما بشوف إنسان مغرور بعرف إنه هو إنسان إلى حد ما فاضي شوي. يعني مش ممكن الغرور يصيب إنسان مثقف، مش ممكن يصيب إنسان ذكي، مش ممكن، لأنه الذكي أذكى من أنه يكون مغرور. عندما تكونين على السجادة الحمراء ويجيك صحفي ويسألك عن فستانك، من المصمم ومن اللي عامل التسريحة ومن عامل المكياج، بينك وبين نفسك داخليا ما تحسين أن هذا السؤال من اللي بيهتم فيه في العالم يهتم في جوابه؟ أو ما تحسين أن هذا السؤال يعني ما بقول تافه لكن بسيط جدا مقارنة باللي يحدث في العالم حوالينا؟ أكيد هو بسيط جدا، بس أكيد أنه كل الناس عندها الحشرية أنها تعرف تانيين من وين لابسين أو مين مزبطون ومين عملهم مكياجهم. يعني هو قديه هو بسيط، بس قديش هو إنساني، لأنه حتى أنت أوقات بتطلعي بتقولي واو حلو فستانة، بس لو بعرف مين اللي ملبسها إياه، يعني هيدا شيء مش بإيدنا، لأنه عينك بتروح على الجمال وبتحب تسألي من وين. فأنا ما بحسه تافه، لا بحسه بسيط بس لذيذ ومهضوم، ومننطره إذا بدك هاي من وين لابسة وهي شو لابسة، يعني هيدا شيء كتير إنساني بيومياتنا. زين، باخذك على رأي آخر يقول إن كثر من المثقفين ويعني اللي عندهم آراء يعتبرون أن المهرجانات والريد كاربت عبارة عن كذبة كبيرة. ما بدي أقول هيك، بدي أقول أنه الريد كاربت إذا بدك هو دافع للفنان لحتى يكون عنده حلم أنه يحمل هالجايزة اللي هي مظبوط حديدة، بس هي إذا بدك تقدير وشكر على المجهود يلي هو قام فيه وامتياز صغير عم تعطيه حقه، عم توفيه حقه.
بحس انه في كثير عالم بتشتغل كثير 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 بصعوبه كثير لحتى توصل لهيدي الجائزه، ولما انت بتاخذي هيدي الجائزه بتحسي حالك انه انا مش بس الجمهور حبني، حتى النقاد حبوني، حتى الجادجز حبوني، يعني انه انا عندي شيء بتعطيه ثقه بحاله اكثر للفنان وبتعطيه دفع لحتى يشتغل اكثر. ما بحسها شغله سخيفه. هلا بدك تقولي لي انه لا انا مقصد انه مش سخيفه، كذبه. هلا بدك تقولي لي انه اوقات فيها شويه محاباه، فيها كثير يعني أكيد. حتى وصلت للاوسكار، انه كان في اتهام للجان، والاوسكار وهي يعني اعلى مرتبه من ضمن الجوائز كلها اللي تقدم في السينما والدراما وال يعني الخاصه بالعمل الابداعي، اتهمت او اتهموا حتى لجان تحكيمها في بعض الاحيان انه لربما في محاباه، كيف هذا الفيلم يفوز على هذا الفيلم وهكذا، كيف هذا الممثل يعطى هذه الجائزه وليس الممثله يعني الاخرى. فلذلك يعني ساد الراي ان لربما هي كذبه كبيره او تمثيليه كبيره ليست فيها من الحقيقه، بس يعني مش كثير، مش 100%. لا انا ما بدي اظلم وما بدي كمان ادافع، اكيد في من كل شيء، بس الأكيد أنه في كتير عالم أخذت واستحقت أنها تاخد، وفي كتير عالم تميزت لهيك أخذت، وفي كتير عالم يمكن أخذت لأنه عندها إذا بدك وصول أنها تاخد. بس بشكل عام هي بحد ذاته الحدث حلو وكل الناس بتنطره، والممثل أو الكاتب أو المخرج أو الهيدا بيبقى حلم حياته أنه يوصل على هيدا المطرح ويطلع على لفوق ويحمل هالجائزة ويحس انه هو حلم حياته والناس عم تتطلع فيه. لا حلوة. انزين انت شو الحلم اللي تحلمين فيه؟ حلمي بس انه ضلني اقدر طلعي، ضل فيني هالشغف اللي جواتي يلي لما بتنطفي انت كفنانة، ما بقعد في شيء، لما بتبطلي حسي انه عم تركضي ركض وبدك تطلعي شيء وبدك تقولي وبدك تعملي وعم تشتغلي من قلبك، لازم ما بقى تشتغلي. فأنا بس حلمي أو أمنيتي أنه هالشغف يضل موجود، لأنه هيدا اللي بخلينا إذا اشتغلنا نكون عم نشتغل بطريقة حلوة. السينما مش أحد أحلامك؟ بلا، بس ليكي أنا كتير واقعية بأحلامي، يعني وقتها بتحسي أنه هيدا الحلم كتير بعيد ومش ممكن نوصل له، وما بدي أحلم بشي ما رح يصير، فبتحسي أنه ما بدي أفكر. بس ليش بعيد عليك؟ لانه اذا بدي افكر على صعيد لبنان، السينما على صعيد لبنان كثير محدوده، نحن 3 ملايين شخص، يعني اذا 10% اجوا يحضروا، يعني عم تحكي عن 300 الف شخص يلي هن ما بيقدروا يدفعوا حق فيلم يكون مثل ما انت بتحلمي انه يكون. هلا اذا عم تعملي فيلم لذيذ مهضوم هيك انه ايه، بس هيدا منه فيلم سينما، فيلم السينما اللي نحن بنحلم فيه هو فيلم سينما، يعني عم تحكي عن ملايين الدولارات، عم تحكي عن إنتاج ضخم، عم تحكي عن تحضير، عم تحكي عن قصة، عم تحكي، وهيدا كله بعالمي أنا يعني بلبنان مش ممكن يصير، لأنه ما بتقدر السوق المحلية تغطي هيدا الإنتاج، فمستحيل. مستبعد. إلا إذا بهوليوود فقوا علي، ما أعرف. أنا أتفق معك تماما. ونروح للنافذة الأخيرة، تابو. هل في شيء، تصرف معين تحبين أنه هو يتم تحريمه؟ لا، لأنه أنا بحس أنه حيلا تصرف أنت بتجي بتحرميه، يعني أنت عم تحدي من حرية الناس. كل شيء مسموح، هو الإنسان بده يحط حدود لحاله، للأسف ما حتصير، وللأسف حيضل في ناس تعمل إشياء أنت ما ممكن حتى كنت تتخيلي أنه معقول ناس تتصرفن، كان معك أو مع غيري. بس هي الحياة، مش هيك؟ مش الإنسان خلق حر؟ صحيح. هو بحط حدود لحريته وهو بيتصرف على هذا الأساس، ولما بيغلط بيتحاسب. نفتح النافذة؟ نفتح. العنف ضد النساء، الجمعيات عاجزة عن الاستيعاب وتخمت استراتيجيات رسمية. مأساة العنف ضد المرأة، وأنا هني ما أتكلم عن النسب المعلنة أو النساء اللي يلجؤون إلى الجمعيات لطلب المساعدة، إنما الخطر يقع في النساء اللي ما يلجؤون، الذي يخفون هذا الشيء بداعي أنه هو يعني عيب أو أمر محرم، بالتالي يقبلون هذا الواقع. تتفقين؟ أكيد. للأسف
بعد في نسوان بتقبل بهيدا الواقع، بعد في ناس ما بدي اظلم هول النسوان، بدي ارجع على تربيه هول النسوان، كيف تربوا؟ تربوا على انه يقبلوا هيدا الشيء او يعتبروا هيدا الشيء شيء عادي او بتصير، بعد في ناس بتفكر انه الرجوله هي بالعضلات. مثل ما بعد في نساء بتفكر انه ما علي ما هو رجال اذا ضربني ما لانه عصب بس ما رجع تاني نهار اعتذر. في مشكله، الانسان يلي بيعنف هو انسان بده علاج. والتعنيف منه بس تعنيف جسدي، وتعنيف بالحكي كمان، هو تعنيف بال لما بتمنعي شخص يعمل شيء، لما بتحدي من حريته هيدا عنف. العنف هو له اشكال كثير، وللاسف نحن بعدنا بنحصره بالعنف الجسدي. لا، لما بتقولي لها لمرتك وهي عبالها تشتغل ما تشتغلي هيدا عنف، لما بتسكتيها بمجتمع هيدا عنف، لما بتقولي لها كلمه بشعه هيدا عنف، لما بتعلي صوتك هيدا عنف، كله عنف، كله بياثر على نفسيه الانسان. ما بدي اقول المراه لانه اوقات كمان العنف على كل الاساتذه. اي بس احنا نتحكي عن المراه تحديدا، ولربما منذ ايام قليله كان هناك اليوم العالمي اللي هو ضد العنف يعني للمراه او المسلط على المراه، واحنا شفنا كثير من النشطاء حول العالم قاموا بمسانده هذه القضيه حول العالم، ليس فقط في لبنان او الوطن العربي، ولربما حتى لاعبين كره قدم يعني ارمزوا اثناء مبارياتهم، منهم كريستيانو رونالدو حط خطين حمر تضامنا مع النساء اللي هما المعنفات. ففي ظاهره عالميه، عرفتي كريم، فليش هذه الظاهره صارت يعني بازدياد سواء العالم او حتى في لبنان؟ هي موجوده بس هلا اذا بدك عم نضوي عنها اكثر، لانه عينا لها اكثر وعينا على خطرها اكثر، فعم نحكي عنها اكثر لهيك بتحسي فيها. بس قبل كانت موجودة، وكانت موجودة كمان بكترة وبنفس الكترة، بس ما كنا نحكي عنها، كان تابو. هلأ بطل تابو، يعني صار في ناس عم بتقول أنا عم باكل قتلة، مع أنه بعد في ناس بيحرجها هيدا الموضوع وبتحس أنه ما بدي يشفقوا علي، ما بدي يفكروا أنه أنا حدا ضعيف، بعدها ما بتحكي بالموضوع. لما كانت ما بينحكى فيه للموضوع كانت هي مخبية ما بتحكي، لأنه إذا حكيت رح تكون لحالة، رح تحس هي لحالة بالمجتمع كله. بينما هلأ لما كل الجمعيات عم تحكي معناتها في غير الهيئة هيك، لحتى كتير عم بيحكوا فيها، لكن لأقول لأحكي. بالعكس، حتى صار في ناس عم بتروح وتتشكى وتلجأ لها الجمعيات وعم بيساعدون وعم بحطوا لهم محاميين. أنا بدي إذا بدك أشكر هالجمعيات يلي عن جد بيشتغلوا من دون ولا أي مقابل، بأمنوا بيوت، بأمنوا محامين، بأمنوا حماية لهيدول النساء، وهن السبب لحتى يقدروا هالنسوان يحكوا ويقولوا انه نحن ما بدنا نكفي حياتنا هيك، شوفوا شو بدكم تعملوا. المقال يتناول ان ايضا هناك يعني تخمه في الاستراتيجيات الرسميه لكن هي غير مجديه، وجهه نظرك شنو الحلول اللي يجب ان يعني تفعل او تعتمد؟ القوانين، سن القوانين، يعني لازم يكون في قوانين لحماية المرأة، لازم يكون في قوانين ضد العنف الأسري، لازم تطلع بقى هالقوانين مش بس حكي وتتطبق. المشكلة عندنا نحن بنحكي كتير بس ما بنفعل كتير. وجهة نظرك يعني ومن محيطك هذا السؤال الأخير اللي بسأله في هذه النافذة وفي هذا الجزء، هل تعتقدين في نجمات ونشوفهم على الشاشة ونشوفهم على أعمال ونعرفهم بشكل كبير وعميق لكن هما في الخفاء يتعرضن لهذه الظاهرة، ظاهرة العنف؟ أكيد، أنه لأنه هن بالآخر امرأة، يعني ممكن أنه أكيد في بورسنتاج معين، مثل ما في بورسنتاج بين الدكاترة أو بورسنتاج بين المحاميات أو بين يعني في من كل الأنواع، وأكيد في من النجمات كمان أكيد، وفي نجمات طلعوا وتركوا وطلقوا وحكيوا عن هيدا الموضوع. يمكن بعدنا بمجتمعات برا اكثر بيحكوا فيها من مجتمعاتنا نحن، بعد شوي تابو او شوي هذا اللي كنت ابي اقوله. إيه؟ ان لما هي نجمه مش المفروض ان هي تستغل هذه النجوميه، خصوصا اذا تعرضت مثل لهذه القضيه وتكون هي الصوت، تكون هي المؤثر في المجتمع. لكن منا هينه، يعني انت بتستغلي نجوميتك لقضيه معينه، بس لما بتكون القضيه بتمسك هلا لازم، بس اذا في ناس بكون عندهم حرص انه ما يقولوا انا بفهمهم.
ان شاء الله صوتك يوصل، وان شاء الله الوعي يكون اكبر واكبر فيما يخص هذه الظاهره، ظاهره التعنيف المرأة، ويكون عندنا في المستقبل القريب ما نشوف ولا مرأة معنفه ان شاء الله. احنا جولتنا في نوافذك تتوقف عند هذا الحد. بنطلع هذا الفاصل القصير ومن بعدها نعود مع كرسي الاعتراف. هذا أنا في حضرة كارين رزق الله، وصلنا لكرسي الاعتراف، نوديك للجزء الأخير ختامها مسك. ناخذ رأيك، أنت صريحة دائما وهذا اللي اكتشفناه في الحلقة، لكن مو غلط يعني نغوص بعمق أكثر. مبدأ تنازلت عنه. مبدأ التضحية. كيف؟ يعني من انت وصغيرة بتربي على انه لو ما كنت مبسوطة كتير ضحي، لانه الحياة بدها تضحية، لانه 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 بعدين بتلاقي انه نحن جايين مرة واحدة على الدنيا، ما في شيء بيستاهل انه انا اعيش حياتي عم ضحي او اعيش حياتي مش مبسوطة حتى فرح ناس يمكن يطلعوا هني كمان مش مبسوطين، او يمكن اللي انا عم بعمله ما يكون عم بفرحهم من الاساس، او يمكن عم بيأذيهم، او يمكن يعني ليه بدي ضحي. تعلمت انه لما انا بكون مبسوطه بقدر ابسط كل الناس اللي حواليي، بس اذا انا زعلانه رح انزع حياه كل اللي حواليي. فمبدا التضحيه ما حسيتها فكره كثير ناجحه صراحه. حلو. لا يوجد حب يعيش إلى الأبد، مع أو ضد هالمقولة؟ مع وضد. كيف؟ كيف؟ بتتغير صورته، بتتغير ملامحه، بيتحول لأشياء تانية. بس يعني بدي أقول لك ما في شغف بيعيش كل العمر أكيد، لأنه الحب أول ما ببلش ببلش بشغف، بعدين بيتحول لحب كبير، بعدين بيرجع بيتحول لصداقة، بيتحول لاحترام، بيتحول لكتير إشياء تانيين، بيتحول لعشرة. هيدول اللي بيبقوا. إذا هولي مش موجودين، لما الحب بيخلص بيخلص كل شيء. بس إذا هول موجودين، مبدأ الاحترام، مبدأ التفاهم، مبدأ العشرة، الحب بيخلص بس بكفوا هول من وراء. يعني بيتحول الحب لهدول الأشياء، بس الحب بيخلص، إيه بيخلص بكفي بغير صورة. بس ايش الاشارات اللي لما توصل حق الشخص هني يعرف ان الحب خلص؟ خلص انه لازم خلص، انه برد، صار في برود، صار في ما عاد هذا الحب السابق. انا برايي بينتهي الحب نهائيا، ولازم هول الشخصين يطلعوا من حياة بعضهم لما بينتهي الاحترام. الزواج من نفس الشخص بعد الطلاق منه مغامرة فاشلة؟ يعني هو الزواج بحد ذاته من بعد الطلاق مغامرة فاشلة. كيف إذا من ذات الشخص؟ أنا بالنسبة لإلي غلطة، بس ما بقدر أعمم، في ناس بترجع بتزبط معهم، ليش لا؟ ما في شيء غلط. هل تفضلين أصحاب من الوسط الفني أو من خارجه؟ مش مهم، لا أصحاب أصحاب. الصديق لما بتلاقيه مش مهم مين هو، ولا مهم من وين جاي، ولا مهم شو بيشتغل ولا شو بيعمل. لما بتلاقي إنسان يقدر يفهم راسك، تقدر تلجأي له بمواقف معينة، تلاقيه حدك لما بدك إياه، وهو وإنت تكوني حده لما هو بيعوزك، هيدا بحد ذاته كنز. فما في شروط، غير مشروط هيدا الشيء. من أصدقاء كارين؟ أنا بعتبر حالي محظوظة أنه عندي أكثر من صديق او صديقه مقربين علي. انا عندي ست اشخاص كثير مقربين علي، عايشين تقريبا مع بعضنا، اذا بدك على طول بنشوف بعضنا، دهراتنا مع بعضنا، مش ضروري الست يكونوا موجودين، بس على طول في بيناتهم ناس. بحس حالي محظوظه انه بهالحياه قدرت لاقي ست صديقات عشت سنين انا وياهم، وما اخذت منهم الا كل كلمه حلوه وكل دعم وكل وقفه. يعني 100 رجال ما في يوقفها.
ان كان مني او منهم، بحس حالي كثير محظوظه بالوقت اللي بشوف كثير عالم ما عندها حتى صديق واحد. صحيح، وجه لهم تحيه. اكيد كلهم. الانطباع الاول يخدعنا دائما، مع او ضد المقوله هذه؟ ضد، لانه بتوصلي لعمر ما بقى في شيء بيخدعك. بتوصلي لعمر جمله بيقولها الانسان او تطليعه او حتى لفته او حتى تفاجؤ بكلمه بتنقال بتقدري تقريه كله سوا. بتحسي الخبره بالحياه بتعلمك ما بقى الطاوله لتكتشفي الاشياء. بتحسي دغري بتقدري تعرفيه وتعرفي كيف تفكيره وتعرفي وين رايح وشو بده وليش وكل شيء. التقدم في العمر هو اقدم عدو للمراه. توافقين؟ بوافق، بس مشروط خارجيا مش داخليا. داخليا بحس انه انا هلا باحسن حالاتي اكثر بكثير من لما كنت بالعشر سنين و12 سنه. خارجيا ايه بحسه اكبر عدو للمراه، لانه هو اكبر عدو للانسان بشكل عام، لانه بتشوفي حالك عم تخلصي قدام حالك، يعني تشوفي حالك عم بتدوبي كيف الشمعة بتدوب. خوفك الفكرة؟ ايه اكيد تخوفني. الانقياء من الخطايا ليس لهم فضائل تذكر. طبعا طبعا، الانسان اللي ما بياخد اللي ما بيغامر بحياته ما بيوصل لمطرح، ولما بيغامر هو معرض للفشل ومعرض للنجاح، واللي معرض للفشل هو بعد بيكون مغامر اكبر، لانه بيرجع بيوقف على اجريه وبيرجع بكفي. واغلب الناس اللي موجودين هلا بمناصب كثير كبيره هن ناس فشلوا كذا مره وقاموا وكفوا، وكل انسان بيتخبى وبيقعد مطرحه بضل مطرحه. الاب البخيل يرزق ابن مبذر، يعني الابن دائما عكس ابوه. لا مش بالضروره، يعني بحسه مثل مهضوم لذيذ، بس مش بالضرورة يكون هيك، في أوقات بخلف أبخل منه. والدك شنو تصفينا؟ بي بوصفه شخص تعلمت منه كتير، تعلمت منه المنطق، تعلمت منه طريقة المعاملة، كيف بيعامل العالم، كيف بيساعد الناس. كان على طول هو يساعد عائلته، كان على طول هو موجود لكل حدا بيطلب منه شيء. كثير تعلمت منه اشياء، تعلمت منه كون شخص منطقي بالحياه، ما اخلط كثير، وبنفس الوقت ما افقد عاطفتي. انتبهي، يعني عنده توازن كثير غريب بين عاطفته وبين اذا بدك المنطق تبعه، وهيدا الشيء اخذته منه. في شغله كمان تعلمتها منه، هيدي اذا بدك يعني شغله خصله ما بحبها فيه وعملت عكسها بالحياه. هو شخص كثير بيقتنع بحياته، شخص ما كثير عنده طموح، بحب يعيش الحياه اللي هو عايشها، ما بحب يشتغل. مش قصدي يشتغل، يعني اكيد بيشتغل، بس يشتغل. ما بحب انه تروح حياته على الشغل ويخسر بالوقت اللي بيكون عم بيشتغل فيه قعدات مع اصحابه، قعدات مع قرايبينه، قعدات مع اولاده. يعني ما بده يضحي بهيدي الحياه الحلوه تهو يروح يشتغل كثير كثير ويجمع مصاري كثير كثير، او يسافر ويشتغل برا وصح له كثير. فبتحسي بيقول انه انا اذا معاشي هالقد وبكفيني، انه اذا جبت اكثر مصاري انه رح البس دوبل او رح اكل دوبل او رح. هيدي مثلا ما كنت حبها فيه، وطلعت شخص كثير طموح عكسه. اكبر كذبه في حياتي؟ انا ما بآمن انه في شيء اسمه كذبه هالقد كبيره وفيك تضلك عايشتيها كل هالوقت. ما في، بس بعرف انه بالاخر ما بيبقى شيء. يعني الانسان لما بيروح لحاله، ما بيبقى له شيء. فكل يلي نحن عايشينه اذا بدك بمطرح من المطارح كذبه، بس هو كذبه حلوه. كذبه فيها
فيها مغامرات، فيها لذة، هي الحياة كلها كذبة، إنه جايين مشوار وماشيين ورح نترك كل شيء ورانا، مش أعمالنا اللي بنقتل حالنا رح نتركها، مش اسمنا رح نتركه، مش ثيابنا رح نتركهم، أملاكنا رح نتركه، كل شيء هيدا كذبة، بس هي كذبة لذيذة وحلوة، تخيلي بلاها، تخيلي ما جينا. صحيح. قد إيه كان مش حلو. أعاني وسواسا قهريا من الموت. بتخافين منه كثير كارين؟ ايه بخاف منه. بخاف منه ليكي، مع انه اكيد بعرف انه بعد الموت انت ما رح تحسي بشيء، بس انا دائما وقت اللي بفكر بالموت بفكر باوضه سوداء انت محطوطه فيها لحالك، بردانه بالشتاء وبالبرد وبالشوب وما بقدر افكر انه ممكن ما احس بهيدا الشيء، دائما عندي احساس انه أنا رح أقعد لحالي بهيدا المطرح فبيعمل لي هاجس هيدا الشيء، وبخاف يصير بعمر صغير، مش هون مش خوفة على حالي، خوفة من إنه كون بعد ما قويت أولادي وما قسيتهم، ما يعني صاروا يقدروا يعيشوا بلاي، بس يصيروا يقدروا يعيشوا بلاي بصير فيي روح مرتاحة شوي أكثر، بس بضل طبعا عندي خوف الأوضة، يعني أمنوا لي أوضة بضو بظروف حلوه وفرش لذيذ بصير اهين الشغله. الله يعطيك، الله يطول بعمرك ان شاء الله. خلينا اخذك للجلسه الطبيعيه، تفضلي. يلا خلصت التحقيق؟ خلص التحقيق، وان شاء الله عمر مديد وطويل، وتشوفين بناتك يعني عرايس مثل ما يقولون. وباخذك لموضوع يعني في ختام هذه الحلقه، خلينا نختم بجديدك ونعرف انك بتطلين رمضان القادم على الجمهور. صح، انا هون بالامارات عم صور مسلسل، لتصوير مسلسل رح نبقى 3 اشهر، عم صور مسلسل مع عابد فهد و استاذ سلوم حداد مع جولدن لاين برودكشن واي سي ميديا، هن شركتين الانتاج مع المخرج محمد لطفي. هيدا العمل رح يكون على رمضان، بعد ما بقدر اقول. لا احكي لنا عن الشخصية، اسم الشخصية، الدور. شخصية في عندها تحول بقلب المسلسل، يعني هي بتكون هادية ومحبة ولذيذة وكل هيدول الأخبار لحد ما نهار تكتشف شيء، وهيدا الاكتشاف رح يعمل تحول كتير كبير بحياتها، ورح يحولها لشخص كتير بعيد عن شخصيتها. اسمك في المسلسل؟ ياسمين. ياسمين، حلو الاسم. انا بحبه للاسم. وتكونين زوجة لعابد فهد؟ زوجة عابد فهد. يلا خلص فتحنا المسلسل. لا لا خلص المعلومات. اخترب بيتنا وشحطونا من العمل. بالعكس بالعكس، يعني انت يعني تعملين مسلسل مع اساتذه كبار، نوجه لهم التحيه. عابد فهد كان ضيفنا في الموسم الاول من هذا انا، والاستاذ الكبير القدير نعم سلم حداد راح يكون ضيفنا في هذا انا في الاسابيع المقبله، فتعرفتي الحياه حلوه مثل ما يقولون. العميقه الصريحه الرقيقه اللطيفه كارين رزق الله، شكرا انك تقبلتي دعوتنا وفتحتي قلبك لنا في هذا انا. ثانك يو على استضافتكم، انبسطت كثير. الحلقه اسئلتها منا اسئله عاده متعارفه عليها، وهيدا الحلو. ثانك يو ندى. كل الشكر لك. وانتم مشاهدينا الاسبوع المقبل في هذا انا ضيف اخر وهدف واحد، مضمون يحترم عقولكم ويواكب تطلعاتكم. إلى اللقاء.